السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا فيه شوية بساطة وسهولة، ولكن الخبرة الطهوية مع التغذية مطلوبة. إزاي أعمل البتنجان ويبقى الطبق ده فيه العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير ومفيش أي مشكلة صحية؟ البتنجان هنعمله مسقعة النهاردة، ولكن بفكر المغازي إزاي ما أعمل مسقعة من غير ما أحمر البتنجان. هو ده الكلام، هي دي الشطارة، ونعمل له طشة وياخد الطعم وتبقى مسقعة البتنجان بتاعتك محدش بيعملها في العيلة غيرك وبس. معانا مكرونة سباكيت النهاردة هنعملها بالزبادي. كلنا عارفين الزبادي حاجة بتساعد على الهضم، لطيف وجميل، بيعالج مشاكل الحموضة والقولون، ولكن نعمل طبق مكرونة بزبادي وياخد شوية تومة مع شوية نعناع يابس، أكيد الطعم لطيف، وده طبق المفضل على فكرة في وجبة العشاء. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض سلطة الخيار. الخيار إن ممكن إحنا نخلي الخيار إن إحنا نعمل طبق سلطة الخيار مع الفتوش، ولكن نعمل سلطة الخيار بالثوم والنعناع، بما إن الخيار كمان مفيد وبيساعد على الهضم وقيمة غذائية عالية جدا وفوائده لا تعد ولا تحصى. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة النهاردة، والخبرة الطهوية بتلعب دور كبير جدا مع الماتيريال بتاعنا، ومش لازم إنك أنت يكون عندك حاجات كتيرة علشان تعملي سفرة، بالعكس الشطارة في إنك تعملي سفرتك تكون فيها العناصر الغذائية اللي بتناسب كل أفراد الأسرة. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وازاي فزوره الشيف النهارده هيحلها مع حضراتكم. احنا عارفين ان البتنجان لازم عشان نعمل طبق مسقعه حلو لازم نحمر البتنجان في قلب الزيت. قبل ما اشتغل في المسقعه انا هعلمك ازاي تشتري البتنجان من عند بتاع الخضار ويبقى طازه وفريش. مشكله البتنجان مش هنلاقي تاريخ الصلاحيه مكتوب على البتنجانيه ولا هندوس عليها، لا البتنجانيه لها علامات كده بتقول لك ان البتنجانيه طازه. هتشتري بقى تعملي مسقعه، تعملي محشي، زي ما انت حابه، لازم يكون طبعا الزهره بتاعته دي خضره ولطيفه بالشكل ده كده، خضار باين. رقم اتنين البتنجانيه بتلمع. رقم ثلاثة لما ندوس عليها بصبعنا ما يعلمش. ايه يا شيف مغازي يعني ما يعلمش؟ يعني البتنجانيه لو بقى لها وقت كبير هتبقى شكل سفنجي هيعلم صباعك عليها، انما طالما هي ماسكه شكلها كده زي الفل هتلاقيها زي الفل. ايه طازه. في حاجه كمان بقى، لما نيجي نقطع البتنجان بالسكينه لازم يكون قلبه ابيض زي الشيف. هو ده الكلام، ما يكونش مبزر من جوه، لان هتعمليه بابا غنوج، هتعمليه متبل، هتعمليه مسقعه، مش كويس البتنجان يكون من جوه ايه قلبه اسود. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شايف البياض والحلاوه مخرجنا الجميل؟ قلب ابيض دوت. ابو قلب ابيض ده تعال نعمله مع بعض مسقعه النهارده، مقاديرها على الشاشه. بتنجان، طماطم مبشوره، بصل وتوم، بهاراتنا ملح وفلفل وبابريكا. حاجات لطيفه وبسيطه وسهله. ده البتنجان بتاعنا هنعمله ازاي مسقعه من غير ما نقلي البتنجان في قلب الزيت. حلو الكلام؟ تمام. اول حاجه هنشوفها مع بعض. انا البتنجان عشان اكسب وقت البرنامج بتاعنا حطه في الفرن بيستوي. طب خد اللون والحمار ازاي يا مغازي؟ احنا مع بعض اهو نبص عليه مخرجنا كده قبل ما يطلع. ده البتنجان بتاعنا في الفرن. اللهم صل على النبي. معاه شويه فلفل احمر، فلفل اخضر، محمرينهم زي الفل. طبق المسقعه لا يخلو من البتنجان. لازم الخبره الطهويه يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، تلعب دورها معاكي في المطبخ بايا كانت التكلفه. خلي بالك، باخد الزيت اللي انا حطيته لتحمير البتنجان بعمل بيه الطشه بتاعه المسقعه. بهداوه خالص كده. خلي بالك انك تكوني شاطره في المطبخ، مش لازم تروحي بقى تحملي للعربيه حاجات كتيره وفي الاخر يفطر بقسماط وايه وشاي. خدت شويه الزيت الحلوين دول كده، نزلوا معايا زي الفل. هنخلي البتنجان جنبينا هنا كده، وتعالوا نشوفوا ازاي نعمل الطشه اللطيفه بتاعه المسقعه مع الزيت اللي نزل ده كده. شويه توم حلوين معانا، كمان شويه زيت زيتون. يفضل طبعا المسقعه تتعمل بزيت، ما تتعملش بسمنه. ممكن تحطي مكعب زبده للامانه، ده اختياري. حلو، بصلايه كده، ادي التومه الحلوه معانا، طماطم مبشوره. الله الله على الريحه الحلوه، الله على ريحه الطماطم وهي نازله على التومه وهي بتتحمر. الله الله الله، هي دي الريحه. حلو، بزودها شويه ميه من هنا كده.
لما بنيجي نغرف طبق المسقعه على السفره بتاعتنا في مشكله بتواجهنا. ايه هي يا مغازي؟ بتلاقيه مصيص في حاجتين، يا اما نسبك التسبيكه بتاعه الطماطم اللي انا شغال فيها دي كده بعد ما احط عليها البهارات، يا اما في حاجه سريعه كده تبقى انت شاطره في المطبخ وتعمليها، معلقه دقيق او معلقه نشا صغيره كده مع شويه ميه صغيرين بيدوا شخصيه للصلصه بتاعتي. بابريكا وشويه كمون، ملح وفلفل، ايه البساطه وايه السهوله دي يا شيف. تمام، هنقلبهم مع بعض. الملح دايما بيكون بالسالب في الطواجن في الرز عشان طبعا دي ملهاش حل بعد كده. الملح بتاعنا اهو، جوزي معاه مشكلة مع الحموضة، معلقة سكر هنحطها دلوقتي مع صلصة الطماطم. دي الطشة بتاعت المسقعة بحضرها وبجهزها، الطعم هنا في قلب الطاسة. طالما حطينا كده بنحط معلقة سكر صغيرة عشان مشاكل الحموضة، زي الفل. تمام، تاخد غلوة على النار، بنجيب كسرولة ونبدأ إن احنا نرص البتنجان اللي احنا حمرناه من غير ما نحطه في الزيت. بساطة، سهولة، مرونة. حلو قوي يا عم الشيف، بتنجان اهو زي الفل. ايه الحلاوة، وبعدين صحي على فكرة، مش شارب زيت خالص. وادي الفلفل الحار معانا. وعلى فكرة انا شخصيا احب اكل بتنجان وهو متحمر كده فطار الصبح، يعني مع طبق بيض اومليت يا سلام، يبقى احلى فطار. انا بديك افكار كده هتعمليها، ولكن هدف المغازي في البرنامج وهدف المغازي في اي فقره بقدمها ازاي تستفيدي بالعناصر الغذائيه اللي موجوده في الطبق اللي بتعمليه ايا كانت تكلفته من القيمه الغذائيه بتاعته، وتناسب كل افراد الاسره الصغير والكبير. ادي الفلفل بتاعنا، جوزي بيحب الحار في المسقعه اهو، بحطه كده زي الفل، بنلونها بالاحمر ده كده، بيتكلم مصري طبق المسقعه ده. في خفه دمه، في بساطته، في سهولته، في كل حاجه. وادي الباذنجان، اهم حاجه الرصه اللطيفه دي. ومش شارب زيت. وادي المكان محمرت الباذنجان، مخرجنا الجميل الله يوفقك. ببساطه اهو، مفيش بقى زيت، مفيش حاجات اللي احنا عارفينها خالص، ده مهم جدا. هنشيل ده من هنا يا شيف مغاز. يا نعم يا ست الكل، معايا مشكله مع التوم في الصلصه، اعمل ايه؟ هو ده، بص على الحلاوه، بص على الشرشاق. قلب الطاسه في شويه نعناع اخضر. حلو الكلام. النعناع الاخضر ده فيه زيوت طياره لطيفه وجميله، وخاصه النعناع البلدي، يا بتاع النعناع يا منعنع. تعالوا مع بعض نمسح البوتاجاز بتاعنا وناخد الصلصه اللطيفه دي نصبها على طبق المسقعه. كده انت عملت طبق مسقعه واصبحت اشهر بنوته، اشهر ست الكل، تعملي طبق مسقعه في العيله من غير ما تقلي البتنجان في قلب الزيت. هي دي الشطاره، ده الجديد. هناخد الصلصه الحلوه دي كده بعد ما سبكناها مع شويه النعناع الحلوين. يا دلعك يا دلعك، تتكلم مصر. شايف الطبق ده كده؟ والله العظيم لو قدامي ديك رومي ولا اسال فيه ولا عبره، لو قدامي فخده ضاني ولا اسال فيها ولا عبرها خالص. ده عايز شويه عيش بلدي بقى كده وبالف هنا وشفا. هندخلها الفرن، نسيبها بقى في الفرن كده تاخد ايه وقتها وتتسبك. اسرع طبق مسقعه او صينيه مسقعه بتكنيك علمي وخبره طهويه وزي الفل. ولكن ولادنا على السفرة هم ذنبهم ايه؟ يقول لك يا ماما البتنجان والشيف المغازي بيتكلم معاه حق وكده، انا مش بحب البتنجان، فلازم احنا كمان نعمل لهم الاكل اللي يناسبهم. هندخل المسقعة بتاعتنا في الفرن وهنعمل لهم طبق مكرونة بالزبادي. زبادي يعني بروتين حيواني. الله، ايه الصورة الحلوة دي؟ بص على الحلاوة قبل ما اقفل الفرن، بالله عليك، ايه الجمال والدلع ده؟ بيتكلم مصري، طبق المسقعه اللطيف الحلو ده بالخبره الطهويه في قلبه.
هناخد بعدين ونطلع فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل نشوف ازاي نعمل المكرونه بالزبادي وازاي نعمل طبخه لبن فيها كزبره وفيها توم. بالتاكيد بتاخدنا على المطبخ الشامي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره ولكن المعنى كبير. ازاي الكلام ده مغاز؟ تفاصيل صغيره، ازاي اعمل طبخه لبن، سواء هعمل كبيبه باللبن، هعمل شيش برك، هعمل لبنيه، هعمل لبن امه، اكلات كده معروفه ولها تراثها ولها طبعا مقامها في كل الدول، طبخه اللبن ايا كان. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي، ولكن انا هستفيد بالمكرونه الاسباجيتي بما ان هي فيها نشويات وكربوهيدرات، والمكرونه الاطفال بيحبوها سواء مع صوص بولونيز، سواء مع وايت صوص، سواء مع مشروب وهكذا. اول حاجه المقادير على الشاشه نشوفها مع بعض عشان لا تتعدى اصابع اليد الخمسه، ولكن الطبق لازم نضرب له تعظيم سلام في الطعم والقيمه والشكل. شويه ملح، شويه زيت زيتون، مع ماء بيغلى على النار عشان نسلق المكرونه دي. حلو الكلام؟ المقادير خلاص يا شباب. مكرونه سباكيتي زبادي، معلقتين نشا متدوبين في شويه حليب، معانا كمان كزبره خضراء، ومعانا توم، ومعانا نعناع يابس او نعناع اخضر. هي دي المقادير البسيطه السهله. ادي المكرونه بتاعتنا السباكيتي في الماء المغلي بالشكل ده كده، واسيبها وانساها شويه. حلو قوي. ونعمل طبخه اللبن المعتاد. طاس على النار الاخبار فيها شويه زيت زيتون. حلو قوي. مع زيت الزيتون ده يا عم الشيف بنحط شوية زبدة. طبق مكرونة، ولادك بالليل بيذاكروا قاعدين، اتغدينا مثلا بدري وعايزين نتعشى طبق حلو كده، عاملين الأكل بتاعنا لطيف، هتقدر تعملي لهم إيه؟ طبق مكرونة زي الفل. مش لازم إنك تعمليه بلحمة مفرومة وتبقى دسمة وتبقى تقيلة بالليل خالص. آدي التوم يتحمر كده، والثوم بيتحمر ممكن عينيا تدمع، ممكن ريحه الثوم. ايه رايك لو حطيت شويه نعناع يابس؟ نعناع يابس يعني نعناع ناشف. تجيب النعناع البلدي كده وتقطفيه، وبعد ما تقطفيه تسيبيه ينشف ويبقى عندك كده تستخدميه في طبخات اللبن. نعناع دايب دوب مع الثوم مع زيت الزيتون والزبده. الله عليك يا عم الشيف. لسه ما خلصتش. في كزبره خضراء اهي. الله. يا نعم. كمان شويه كزبره. ريحه الكزبره مع التومه، بطاطا حاره ما تقولش لا، طبخه لبن ما تقولش لا، عاملين طبخه باميه حلوه وطاجه باميه مش هتقول لا. ناخد الزبادي بتاعنا. يا ويلي يا ويلي على شويه الزبادي دول كده، لما نحط شويه شيش برك في قلبيهم. شيش برك ايه هو يا مغازي؟ عجينه الفطاير بتاخد لحمه مفرومه مع شويه لوز وندخلها الفرن تستوي، تطلع تعوم في اللبن. الله. اللبن بالشكل ده هيبوظ مننا، نتكلم للامانه، لو احنا عملناه الناس تضحك عليه، ده ليه هيفرط؟ نقوم نعمل ايه؟ هو ده الكلام بقى. معايا شويه حليب وشويه نشا وبيضه، شويه حليب شويه نشا وبيضه، بخفق دول مع بعض. مهم جدا. وبعدين بنزل بيهم على اللبن عشان اللبن ما يفرطش مني. يعني يفرط يعني يبرغل يعني يقطع. بسقطهم هنا كده. هو ده الكلام. واصبر عليه شويه، نسبة وتناسب، المكرونة بتستوي واللبن بيستوي، هنعرفهم على بعض. طبعا المكرونة ده حكاية، اعمليه لأولادك وادعيلي بالأمانة. يعني القيمة الغذائية فيها بروتين حيواني، فيها نشويات، فيها كالسيوم، فيها معادن، قولي لي بس، فكري في اللي أنت بتفكري فيه وأنا أقول لك الطبق ده المحتويات الغذائية بتاعته أو العناصر الغذائية بتاعته، تناسب الصغير والكبير وخاصة كبار السن. الاطفال اللي هيعترضوا على طبق المسقعه اللي انا عايز اطلعها من الفرن دلوقتي. حلو. الشطاره هنا، نشيل كل حاجه
مخرجنا الجميل عايز يشوف المسقعه اللي في الفرن، اللي عايز العيش البلدي، والواحد بقى ايه ما يقدرش يحوش ايده للامانه. حلو الكلام. والمكرونه بتستوي في قلب الفرن. يلا اللهم صل على النبي. المكرونه راحت فين؟ ده كانت قدامي دلوقتي اهو. هو ده هو ده. بص على المكرونه دي كده. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. حتى سلق المكرونه فيه فن يا شيف. اه والله العظيم فيه فن. انت ممكن تكسر المكرونه دي وتعجن مني، كنت لسه قالب بقى مطبخ. يعني تغليها في ميه بارده، على الميه ما تسخن تكون المكرونه عجنت واتكسرت منك. فلازم المكرونه تتسلق في ميه مغليه مع قليل من الملح والزيت. تعالوا نفتح الفرن بتاعنا. ايه الدلع؟ لا الطبق ده انا عايز اخش الفرن كده. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. مكانه هنا، اللوكيشن بتاعه هنا. اه اه لحضراتكم كده الف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق مسقعه بيتكلم مصري، فيه تفاصيل كتيره وفيه خبره طهويه. وريني الزيت اللي على وش المسقعه، وريني البتنجان مسود مع ان السواد بتاعه جمال. وريني، انا معاك اهو، هزينه بشويه طماطم شيري كده. اتفلسف بقى، ايه المشكله؟ الطماطم دي موجوده عند الراجل بتاع الخضار او الفكهاني بثلاثه تعريفه. كنا زمان نتصور معاها سيلفي، دلوقتي موجوده الكيلو والله عامل 20 جنيه، حاجه تافهه يعني. بس بتجيبها في المطبخ تزودي، زيني بقى الطبق بتاعك، طبق السلطه، حاجات لطيفه كده حلوه بتفتح النفس والاولاد الصغيرين بيحبوها. حلو الكلام. خلص طبق المسقعه يا عم الشيف. وانت جاي يا حبيب قلبي لجوزك، ربنا يخليه لك، لاولادك، لابنك، لمامتك. هاتي معاكي 5 ترغيفه 10 ترغيفه عيش بلدي مع عناصر الشارع. اخبار المكرونه ايه؟ اهي اهي اهي، اللهم صل على النبي. اهي واللبن جاهز. خلي بالك مدرسه المغازي بتقول ايه بقى؟ تعملي مكرونه مع سوس بولينيز، تعملي مكرونه بالتونه، اي نوع المكرونه لازم تستوي مع الصلصه التابعه ليها عشان تاخد منها الطعم. حبيت تعرف واصل يا شباب؟ طيب، ولكن مهم جدا ان احنا لما نيجي نتعامل مع المكرونه نحط في الاعتبار اذا بتعمليها بالوايت صوص، بتعمليها بالزبادي، بتعمليها بالطماطم، لازم تكمل سواها في قلب الصلصه. هنعتبر اللبن بتاعنا ده شيف المغازة عمله بتكنيك عالي جدا من الخبرة الطهوية، ما يفرضش معايا. هنخلي المكرونة تكمل سواه في قلب الصلصة. اه بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا مكرونة. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، بص على الشقاوة في قلب اللبن يا ويلي. اه كمان واحدة. حاضر. هو ده. يلا كمان واحد. والله العظيم يا اخوانا انا بكلمكم للامانه، انتوا عارفين الشيف المغازي شفافيه الحديث دايما على لسانه. الطبق ده المفضل ليا بجد. ايا كان، اتعشى اتعشى منه وانام مستريح وزي الفل، لا ارتجاع مريء ولا مشاكل مع الكولون ولا 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 اي مشكله ما في. والطبق بقى بملى الطبق قدامي نص كيس لوحدي. هتتقلب مع الزبادي وبالف هنا وشفا. طب دي عايز ايه على السفره؟ طبق سلطه خضراء، طبق سلطه الخيار اللي هعمله دلوقتي. استاذن حضراتكم، خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل للتكنيك العلمي والخبره الطهويه بتلعب دور كبير جدا. ازاي تعملي لاولادك سفره لطيفه وجميله وتناسب افراد الاسره الصغير والكبير والكبير والصغير. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير. مغازي بيتفلسف النهاردة. انت لما يكون عندك خبرة في المطبخ بتاعك بتتفرج على الشيف المغازي على القناة الأولى، أكيد السفرة بتاعتك هتكون مختلفة متنوعة. طبق مكرونة، شايفين الدلع، ايه الجمال ده. لا مكرونة، لا تقولي لي بقى اللحمة وتقيلة على المعدة والدهون. بتعملي هيلسي، بتعملي دايت، جوزك عنده مشاكل مع الكولون، ولادك ده على فكره الطبق ده فيه بروتين، فيه كالسيوم، فيه معادن. اهو عيني. اللبن فرط؟ لا. طب اقول لك على علامه حلوه، تعرفي اللبن يفرط ولا ما يفرطش ازاي؟ وتعرفي ان الشيف ده شاطر ولا لا؟ هو اللي بيضحك علينا؟ هقول لك دلوقتي حالا. اهو وانا معاكي. اهو يا ست الكل، اهو يا اختي. عيني عيني. هتجيبي كده ايه ظهر المغرفه بتاعت الشوربه
وتاخد شويه زبادي. انا بقول لك بس على حاجات صغيره كده علشان تبقي انت واثقه من نفسك وانت في المطبخ. اه شوف اللبن بتاعنا ده لو فارت هتلاقيه بكلكع. شوف التفاصيل، نعناع يابس هتلاقي، كزبره خضراء هتلاقي، توم هتلاقي. المكرونه استوت. تعملي بالمعلقه كده، ايه الحلاوه دي؟ شفت هو ده. ده اللبن. زي الفل. طب ايه السر يا مغازينة وانت عملت ايه؟ شويه النشا مع البيض، خلص الكلام. ناخد الطبق ده كده، والله بقى عندك شويه لوز يا مزاجه اللوز، حمصيهم في شويه سمنه وحطهم على الوش. عندك شويه صنوبر حمصيهم وحطهم على الوش. عندك شويه فول سوداني حمصيهم وحطهم على الوش، مش هيقول لا. عندك شويه فستق، ايا كان نوع المكسرات. هي كل القصه ان انا ببني الهرم الغذائي. مكسرات يعني اوميجا 3، يعني كده الطبق بتاعي يغنينا عن اي حاجه موجوده على السفره. زي الفل، طبق كده جاهز. تعالوا مع بعض نعمل سلطه الخيار بمدرسه تانية خالص، نعملها بتوم وزيت زيتون، يبقى طبق مخلل على السفره وفي نفس الوقت طبق سلطه، بيساعد على الهضم، قيمته الغذائيه عاليه جدا، مفيد جدا. نشوف نعمله مع بعض ازاي. بقدير على الشاشه، انا بجرنش الطبق بس كده، معايا بصل اخضر، باخد الورق بتاع البصل الاخضر ده كده او العروق بتاعته. شفت الشقاوه بتاعه المطبخ؟ كل حاجه لها فايدتها، كل حاجه لها لذتها. ده البصل الاخضر اللي عندك، تاخد العروق بتاعته والجرنش ده كده. يا دلعك يا دلعك يا دلعك. خيار، ثوم، زيت زيتون، وملح وفلفل. ده سلطة الخيار اللي أنا هعملها دلوقتي. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. تقطيع الخيار نفسه لازم يكون فيه شوية خبرة طهوية. وأنت بتغسلي الخيار يا ست الكل، الخيار بالذات والكوسة من الحاجات اللي عايزة عناية في الغسيل. يعني لازم يكون عندك الليفة اللي بتبقى ناحية ناعمة وناحية خشنة، بتكون في مطبخك دايما حطها في مية، عشان لما تيجي تغسل الخيار ده بيبقى فيه رملة. هتقولي لي أقشره؟ أنا مش ضد، أنا ضد تقشير الخيار على فكرة. ليه بقى؟ لأن الخيار الخضار بتاعه ده هو ده اللي بيعالج مشاكل الكولون والإمساك واليودة وكل ده. فانا لما اشيل القشره الخيار مش هيبقى له طعم، سبحان الله. حتى البتنجان اللي انا عملته النهارده لو لاحظت طبق المسقعه، السواد بتاع البتنجان جمال، سبحان الله. ولا ربنا خلقه بجماله وسواد، ابيض من جوه واسود من بره. قطعيه كده وحطيه في طبق سلطه. انا ضد تقشير البتنجان عموما خالص، القشره بتاعته مفيده جدا، على الاقل واخده الطاقه الشمسيه كلها والطاقه الايجابيه، فلما نحطها في الطبق بتاعنا هيدينا طاقه ايجابيه. هو دي البساطه. هناخد الخيار بتاعنا ده كده نقطعه. تعالوا نقطعه مع بعض ازاي. بالشكل ده كده، الطريقه نفسها علشان يبقى طبق السلطه ده مش موجود في المحلات اللي بتروحي تاكلي فيها. قطعيه بالطول كده، حلو، والسكينه بشكل عكسي. موضوع مختلف، سيبك من موضوع الشرايح ده بقى. الطريقه دي سريعه التخليل، الطريقه دي سريعه انك انت تاخد الفليفر والطعم اللي هتحطيه عليها. مش لازم ان انا بقى عشان اكل سلطه خيار احطها في الثلاجه تقعد ساعتين ثلاثه او في برطمان خالص. بمجرد بحط عليه دلوقتي الخل وزيت الزيتون والليمون والثوم، الخيار خد الطعم. طريقه سهله خالص وفرصه. وانا بقطع الخيار دلوقتي تتعلمي ازاي تمسكي السكينه، مهم جدا عشان ما تعوريش نفسك. شفت انا بعمل ازاي؟ تيجي كده. ونفس الطريقة بشكل طولي كده. قشرته؟ لا، بالعكس، ده الخضار بتاع القشرة هو اللي مديلي الجمال والحلاوة. جالنا سؤال من الكنترول دلوقتي، قال لك ازاي نخلل الخيار. انا شخصيا احب نخلل الخيار في البيت والله العظيم. برطمان تشتريه من اي محل بتاع ادوات منزلية وتعقميه، وتجيب الخيارة الناشفة مش الطرية، دي موجودة عند بتاع الخضار، خيارة ناشفة والصغيرة مش الكبيرة. طب ليه الناشفة مش الطرية؟ لأن الطرية لو أنت جيتي خللتيها هيبقى الخيار ماير ومش طعمه مش حلو، هيبقى كله ملح ومش لطيف. فتجيب الخيارة الناشفة في التخليل، حلو كده، زي اللي معايا ده كده.
حلو. وبعد كده زي ما هو كده الخيار محلول ملح عبارة عن مية ملح خل. قد ايه يا شيف؟ الكوبايتين المية او الكوباية المية، خلينا نعمل عيار كوباية مية، بياخدوا معلقة خل ومعلقة ملح مع خمس ست فصوص ثوم. خدي بقى الحتة اللي جاية، معاك شوية روزماري حلوين حطهم في قلبه، قرن فلفل حار حطهم في قلب البرطمان. المحلول جاهز عندك، بترص الخيار في البرطمان بشكل هندسي طولي وما تقطعوش، خليه سليم زي ما هو. وبعدين تحط عليه المحلول بتاعنا اللي هو عبارة عن تاني كوباية مية، اكتبي ورايا، معلقة خل، معلقة ملح. حلو الكلام؟ وتحطيهم فين؟ في قلب البرطمان مع شوية زيت صغيرين في الآخر خالص، وتقفلي البرطمان محكم، يعني تقفليه كويس جدا. ويفضل انك تحط عليه شاشة تحت الغطاء بتاعه عشان ما يخشلوش هواء ويعمل ريم، وتخليه لمدة أسبوع، هتاكلي أحلى خيار مخلل من إيدك. وكده أنت إيه؟ ما اشتريتيش الخيار المخلل، دول كفاية زي الفل. تعالوا مع بعض ناخد ورق النعناع بتاعنا ده كده، ده نعناع أخضر طازة، بتشيل العرق بتاعه لأن العرق فيه مرار، ربنا يكفينا شر المرار. خلي بالك لما تيجي تستخدم النعناع، إلا إذا كوباية شاي بتحط العرق النعناع زي ما هو، حلو، إنما النعناع هتقطعيه وتحطيه في السلطة، تحطيه في الفتوش، تحطيه في التبولة، تحطيه في أكلة لبن، تحطيه في سلطة الخيار، لازم تشيل العرق بتاعه. يبقى معاك النعناع كده زي الفل، باخده زي ما هو كده وبنزل بيه على الخيار. نعم يا غالي. حاضر. سلطة الخيار بالزبادي، دي المعروفة عندنا بصراحة يعني، والرجالة بتحب تخش المطبخ تعملها. بيشبه مصيص، لأنك أنت ما بتحطش الخيار في مصفى وتحط عليه ملح. المفروض لما نبشر الخيار بنحطه في مصفاه وعليه شوية ملح ونسيبه شوية، ينزل المية بتاعته، بس أنا ضد النظرية دي. لأن مية الخيار مفيدة جدا. آمر. حلو الكلام؟ طيب هنحط زيت زيتون. يعني انت لو انت بشرت الخيار وحطيته في المصفى بينزل كمية من السوائل بتاعته، طب ما هو السائل بتاع الخيار ده والمية بتاعة الخيار دي انا عايزها، طب اعمل ايه يا مغازي؟ الخيار يتقطع مكعبات يا ست الكل، ما يتبشرش، تقطع مكعبات صغيرة، تقطيعة اسمها تقطيعة سمسم كده حلوة زي الفل، وبعدين تقلبيه كويس مع الزبادي وتحطيه في التلاجة وتاكليه، كل ما يقعد في التلاجة كل ما يحلو. خلي بالك، انا بحب مع الخيار كده شوية كمون. حطيت زيت زيتون، تعال نحط بقى ايه، عصرة ليمون، والتركية اللي جاية بقى السماء بتاع الفتوش. التتبيلة بتاعت الخيار دي تتبيلة المغازية. معانا مين يا فندم؟ يا صهيب، ازيك؟ ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا، بسلم عليك وبحبك قوي، وكنت بتابعك بس ما بشوفش الإعادة، مش عارف هي الإعادة بتبقى الساعة كام يا شيف؟ احنا ميعادنا كل يوم الساعة 1 يا صهيب. طيب كل يوم الساعة 1 على القناة الأولى والفضائية المصرية. أنا عايز أعرف طريقة البيتزا يا شيف. طريقة البيتزا؟ حاضر، عينيا الاثنين. أحلى بيتزا لأحلى شاب وأحلى صهيب. حاضر، عينيا. البيتزا 3 كوبايات من الدقيق، مادة دهنية يا إما زيت يا إما زبدة يا إما سمنة، يفضل الزيت عشان تبقى العجينة طرية، وعلشان نحافظ على البيتزا يوم واتنين وتلاتة تقدري تسخنيها بتبقى بنفس القوام ونفس الجمال، حطي مع العجينة زبادي في سرك كده، وقوليها لأصحابك اللي في الشغل معاك، وقوليها لزمايلك اللي في الشغل معاك، وقوليها لجيرانك. الشيف المغازي بيقولك يا أختي يا بنت عمي يا خالتي، حطي كوب زبادي مع عجينة البيتزا. طب الفكرة دي جاية منين؟ للأمانة دي جاية من أمهاتنا بتوع زمان، الناس الطيبة، القرص الطرية، تتعجن باللبن الرايب الزبادي، تقعد عندنا أسبوع، تقعد شهر، كانش لا في تلاجة ولا في التكنولوجيا اللي احنا فيها، فاكرينها ولا نسيتوها؟ القرص الطرية لما تتعجن باللبن أو بالزبادي تقعد سنة طرية عندك، وكنا ناخدها ونسافر بيها الناس اللي كانت تتغرب، دي أحلى هدية ناخدها معانا. فجاية الفكرة من هنا، زبادي مع عجينة البيتزا، البيتزا هتبقى طرية عندك، تسخنها تاني يوم وتالت يوم تاكلي منها في التلاجة زي الفل. هناخد الخيار بتاعنا ده كده، سقطه هنا، ادي الخيار بتاعنا. الله، ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده؟ طبعا السلطة ده خطف الأنظار بأمانة.
مش محتاج اهو زي الفل. عايز بقى نجود طماطم الشير الحلو طبق بدا يترسم اهو لوحه فنيه. انا بحكم دايما على السفره بطبق السلطه اللي موجود عليها، حتى في مطعم طبق السلطه نضيف ومتجرنش تمام والخس مغسول والخيار مغسول والجرجير مغسول يبقى المطعم ده نضيف ناكل منه. طبق السلطه ملعبك ومش ظابط يبقى الجواب بان من عنوانه يا مغازي. الله زي الفل. عايز حاجه كمان يا شيفي؟ ايه رايك؟ تمام؟ حلقتنا النهارده فيها بساطه، فيها سهوله، فيها مرونه، ولكن حريص كل الحرص. وبحط في الاعتبار دايما لما بيطلب مني هتعمل ايه بكره يا شيف؟ قدام عينيا كده والله العظيم بكلمكم من قلبي، ازاي اعمل السفره بتاعتي تناسب الصغير والكبير، وتناسب كبار السن، وتناسب مشاكل الصحيه. لو جينا بصينا للاكل بتاعنا هتلاقوا فيه برضو شويه ايه هيلس كده، المكرونه بتاعتنا ما فيهاش دسامه، طبق السلطه ده لطيف وجميل، المسقعه مش متحمره في الزيت، ولكن السفره مصريه خليجيه فيها لطافه فيها جمال. اهو زي الفل. قولوا معايا كده بصوت عالي، استحق ولا لا استحق؟ اكيد تستحق. رؤيه فن ابداع، شوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه باقل تكلفه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.